أحسن الله إليك. يقول السائل: كيف العمرة للميت؟ وهل التقصير يكفي عن الحلق؟ العمرة عن الميت مثل العمرة للحي، إحرام وطواف وسعي وتقصير، هذه مناسك العمرة. يحرم من الميقات أن يطوف بالبيت 7 أشواط، أن يسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط، أن يحلق راسه أو يقصر، والتقصير يكفي عن الحلق، لكن الحلق أفضل. قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين. قيل: يا رسول الله، والمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قيل: يا رسول الله، والمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قيل: يا رسول الله، والمقصرين؟ قال: وللمقصرين، في المرة الرابعة. فدل على أن الحلق أفضل، والله قدم الحلق على التقصير، قال: محلقين رؤوسكم ومقصرين. الحلق أفضل، ولكن لو أنه قصر يكفي هذا، إذا أخذ المفضول يكفي عن الفاضل. نعم.